ما تخلص مانو حمام، انت خليها تقعد هون قدامك وطعمية بإيدك الخبز لو سمحتي. اسمعي يا نوبة، مانك شايفة قديش هي نحفانة؟ انت أمه وما في داعي اني قلك، بس ديري بالك عليها. ماني قدراني إلا شي هلأ، حالياً إذا عرفت أنا رح أعمل مشكلة لحالي وهلأ مو وقتها بنوب. شو بدي أعمل؟ ما عندي وقت، لازم فكر كيف بدي أتصرف. هلأ مانوشي عم تتحمم وأنا رح ضبلها أغراضها قبل ما تخلص. مانو خلصي حمامك بسرعة. ميت، اللي انتو امتى رح ترجعوا؟ بعد كم يوم؟ بدنا يومين او اكتر. برافو عليك. هذا هو ابني. اليوم انت اثبتت لي انك بتشبهني وانك رح تكون قد هاي الامور. تعرف شغلة؟ وقت اخذت امك على بيت اهلك كرمال المراسم ضليت عندهم اسبوع لرجعت على البيت. انت ضليت اسبوع عند اهلي لانه كان عندهم البيت مليان بالخدم وطباخين وكله موجود، بس هن شو عندهم بالبيت؟ ولا شيء. كيف رح يقعد ابني هنيك؟ لو سمحتوا ترجعوا بكره. ماما انت من شو خايفه؟ انا رح دبر حالي مو مشكله. هلا خليني روح ماما واحضر المراسم هنيك معها. بابا يرضى عليك يا ابني. انتبه على حالك. شوفي. تأذيت؟ وجعتك ايدك ابني؟ طيب ليش انت حملت الشنطة؟ عمو ماني موجود هون، كان هو حملها. ليك شو؟ ما بعتقد انك قدران تدير بالك على حالك، اكيد موجوع. ما ليك راجوه، ما رح يروح من هون، ما في روحة. خلص ماما، عم تخافي بدون سبب. لا دير بالي لا. مو مشكلة، هي وجعتني شوي بس لا تخافي رح كون منيح. حماتي لا تخافي، رح دير بالي عليه وما رح خلي حدا يأذي ابنك. ايه بابيتا، مانو جرح كبير وهو كتير منيح، يلا خليهم يروحوا. تمام بابا. ماما انت شو عم تعملي؟ ليش عم تضبيلي اغراضي؟ انا قررت اني ضل عايشه هون بالبيت معكم. لا تساليني كثير هلا، خدي شنطايتك وجهزي حالك للروحه. وهداك شو كان اسمه؟ بارت. ايه هذا بارت، دقي له واسالي عنه. وينه؟ ليش؟ ليكي انا حكيت اليوم مع قرايبتنا، رح تقعدي عندها ورح اقول له لبارت انه يرجع لمومباي. بس انا ليش لحتى اترك البيت؟ قلت لك بلا كثره اسئله واعملي مثل ما عم اقول لك. ستي تعالي شوفي ماما شو عم تعمل. شوفي بنتي شو صار. ستي انتي قلتي لي اني بقدر ضل هون معكم. انا ما بدي اطلع من البيت، بس ماما عم تطالعني مره تانية. بترجاكي ستي تصرفي بهالقصه، انا ما بدي روح.